يريدون أن يسقطوهم، يسقطون هؤلاء الرموز. فما أن يبرز لنا طالب علم نفع الله بكلمة واجتمع الناس حوله إلا وينبري له طائفة خبيثة قرود أنجاس خنازير، يريدون أن يسقطوه، يريدون أن يسقطوه. ليس همهم الأخطاء التي يقع فيها، لأننا نعتذر له وهو قد يصرح بالتوبة من أخطائه، لكنهم لا ينظرون. حتى إذا لم يجدوا على العالم الذي يريدون إسقاطه عيبا ظاهرا، بحثوا في شهاداته الثانوية والتعهدات التي أخذت عليه في مدرسته المتوسطة والابتدائية. لا يريدون الإسقاط، يريدون إسقاط هذا العالم. هذا هل هو المنهج الصحيح؟ والمشكلة أنهم يدعون السلفية وأنهم من 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 أهل السنة والجماعة، وهذا والله مخالف لقواعد أهل السنة والجماعة في النقد، في نقد الأشخاص. ليس هذا ما تربينا عليه في الأدلة. ولذلك اسكتوا عن العلماء يا إخوان، أرجوكم رجاء خاصا تذكروها مني، اسكتوا عن العلماء. لا تجعل ديدنك ولا همك في تويترك العلماء، في فيسبوكك العلماء، في الواتساب العلماء، من يوم يصبح لين يمشي وهو العلماء. طيب ماذا تريد؟ يريد أن يسقط هؤلاء العلماء. هل سوف تسد مسدهم؟ هل عندك استعداد أن تسد مسد هؤلاء العلماء؟ الجواب لا. يسقطون ثم يجلس على أريكته، يترك أهل الباطل يتخوضون في باطلهم، ولم نسمع كلمة عنه في قدح الرافضة ولا في قدح الليبرالية ولا العلمانية. إنما همهم إذا يصبح لا يمسي العريفي، العودة، القرني، فلان، سفر، وغير هؤلاء الأسماء الذين لا نعلم عنهم إلا خير. يقعون في أخطاء، يقعون في أشياء، هؤلاء بشر يصيبون ويخطئون، ولكن يجب علينا أن نحمل كلامهم على أحسن المحل. ومن وقع منهم في خطأ فالواجب علينا أن نبينه له وأن نصححه له مع كمال التقدير وكمال الاحترام. ايش بضرك لأن احترمت العلماء؟ ما الذي يضرك إذا احترمت العلماء؟ هذه وصيتي لكم، تكفون يا أخوان، تكفون وصيتي لكم، ولو ما خرجتم من الدرس إلا بها الوصية كافية.